مرحبا، البداية بالعناوين. اقتراحات جديدة لتحديد مهور الزواج في سوريا. عودة الديناصورات من جديد. شو سالم ما بين اليوم؟ والله ما بعرف، انا من امبارح ما سمعت صوته، مشغول بالي عليه شوي. رح اليوم بنكمل الحلقة على حكي. اكيد كل بدنا اياه. بس وينك؟ لا كثير تعمل خير، ما بتعرف ما بتعرف شو بصير يعني. ذكرنا سابقا ان الاندونيسيين في جزيرة جاوة يفرضون مهرا عند الزواج هو جمع 25 ذيل فأر بهدف التخلص من الفئران. وبدأنا بمناقشة تطبيق الفكرة في سوريا، طبعا بشكل يتماشى مع طبيعة المجتمع السوري ويحل بعضا من مشاكله. يعني مثل ما نحلوا ركبي من الرعب امبارح. بطلنا نكيف. في اندونيسيا يكافحون الفئران، فماذا نكافح في سوريا؟ ولك ما قلنا لك لازم نكافح الديناصورات؟ بعدين على فكرة الله يسلمكم، يعني مع انه ما حدا استرجى يقول لي الحمد لله على السلامة. هلا الفيران مقدور عليهم، بس الديناصورات يعني والله مو ظابطه. معناها خلينا بنقد العروس وكيف بدنا نحطه، او بالاحرى شو الشروط اللي لازم تكون موجوده بالعريس لحتى يشرب فنجان قهوه مع ابوها للعروس. معناتها رجعنا لفكره انه العريس بكفي يكون مقتدر لحتى تكون الف بنت بتتمنى الف. ها نزار حبيبي والله مو معقول، يعني كل شيء عندك بالمصاري انت. اذا مو بالمصاري بشو؟ انا برايي انه لحتى ينقبل العريس لازم يكون عداء سريع. يعني على سيرة السرعة، فإن محللين باتوا يشبهون أسعار الدولار والذهب والمحروقات والغذائيات وخلافه بالكائنات الأكثر سرعة في الطبيعة. فالدولار مثلاً يرتفع بسرعة الفهد الصياد، أما الذهب فيرتفع بسرعة الغزال الشارد، أما المحروقات والغذائيات تقفز كالكنغر وتنتقل صعوداً كالأرانب بفواتير الكهرباء والماء والهاتف. أشو حكينا لكان؟ لازم العريس يكون عداء وسريع، لأنه ببساطة الراتب بإيده هو وهو لازم يتحكم بسرعته. يعني قصدي إذا كان في راتب أصلاً. الله، أنت رحتك الماضية يا سلم أسرع عليك، شو دخل الراتب بالسرعة وبالعريس؟ شو صار لك؟ شو مشانك؟ لك يا حبيبي خلينا نكون واقعيين شوي، شو دخل روحتي وجيتي ومدري شو؟ هلأ إذا العريس ما له قد الديناصورات فخلي الديناصورات على جنب، بس الأسعار شي مثل الفهد وشي مثل الغزال وشي مثل الأرنب، لك وكله سريع، لك سريع. شو ايه؟ وإذا الراتب، يعني قصدي إذا كان في راتب أصلاً، صاير أبطأ شي بالبلد، يعني مثل الزلحفة، والزلحفة بإيد العريس، فمو لازم العريس يكون عداء أولمبي ليركض يركض 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 ويلحق. بس نفس الوقت في ناس كمان رواتبهم سريعة وحالتهم منيحة، يعني الرواتب عندهم مو بسرعة السلاحف. هدول بيكونوا سلاحف النينجا حبيبي. والحل لابد أن يكون العريس في سوريا موهوبا كليونيل ميسي، رياضيا محترفا تشهد له الملاعب الرياضية. كأنك عم تقلدني أبو السلوم. أهلين أبو خليف. لك لا يا زلمة مو تقليد، بس بتعرف أنت يعني بدك قصاص وحركات. هلا ما في بيناتنا، بس المهم كنتوا عم تحكوا مثل ما سمعت عن نقد عروس وعريس يكون سريع رياضي ميسي، شو القصة؟ هذا حديثنا. ميسي أسرع من أسعارنا؟ أسعارنا؟ إيه؟ ليش في أسرع من أسعارنا؟ أيوة أسعارنا إذا جمعوا أسرع لعيبة بالعالم كريستيانو مع جارث بيل مع جيجز أيام عزه، لك إيه؟ ما بيلحقوا أسعارنا. طيب يعني هلا هو ميسي بحد ذاته يعني زبط بيت سياره لقى عروس ماشي زبط حاله وضعه. ماشي حاله عم يسكج اموره، عندك هذا بيته مثل ما عم تشوف. أيوة. وعنده 4 طابات ذهبيه ربحهم. أيوة. والخامسه يمكن جاي راتبه مقطوع شيء 13 مليون يورو مع اعلانات مع هي من هون من هون، بلحق له 36 مليون يورو منيح. أيوة. يعني بيقدر يتجوز عنا بالبلد؟ والله بيلتاله وانت حلال تقبل فيه. ايوه يعني الخلاصه اعطني ميسي اعطيك عروسا. انا بطلت اتجوز خلاص، لا بدي اتجوز. مو سالم هلا انت مدهش بي. عفوا عفوا يا زلمه بوابه فالدولار مثلا يرتفع بسعر اسرع من هيك. شايف المخلوق؟